نهضت محافظة سوهاج نهضة تنموية هائلة في كافة مناحي الحياة عبر تنفيذ عدة مشروعات قومية في هذه المحافظة وبنية تحتية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه خلال ال5 سنوات الأخيرة فقط. ففي مجال مياه الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تكلفت أكثر من 2 ملياري جنيه. لمزيد من التفاصيل حول كل هذه المشروعات ينضم إلينا مباشرة من سوهاج الزميل أحمد الأفيوني، تحديدا من داخل محطة مياه سوهاج. أحمد مساء الخير وأهلا بك في هذه الجولة. حدثنا عن المشروعات بشكل إجمالي في محافظة سوهاج، تحديدا مشروعات المياه والصرف الصحي في هذه المحافظة والتي تكلفت قرابة 2 ملياري جنيه. نعم، تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينك الكرام. بالفعل كما ذكرت ما زلت اتواجد في محافظه سوهاج وبالتحديد من داخل محطه مياه غرب مدينه سوهاج، احد اهم واكبر المشروعات التنمويه الخاصه بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي هنا في المحافظه، والتي شهدت اعمال تطوير واضافات جديده لزياده القدره الانتاجيه الخاصه بها. همام محافظه سوهاج ايضا شهدت خلال ال3 سنوات الماضيه العديد من التوسع في انشاء واحلال وتجديد العديد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي هنا بحجم استثمارات يعني تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية. للمزيد من التفاصيل همام دعني استقبل معك وعبر الهواء مباشرة سيادة اللواء محمد بدري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي هنا في محافظة سوهاج. سيادة اللواء في بداية يعني برحب بحضرتك، يعني لو تطلعني في البداية على أبرز المشروعات التنموية الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي شهدتها محافظة قنا خلال يعني ال6 سنوات الماضية، ونحن نتحدث في حجم استثمارات تخطى ال5 مليارات جنيه. أهلا وسهلا بيك والسادة المشاهدين. زي ما تفضلت حضرتك ان حجم الاستثمارات في قطاع المياه والصرف الصحي تخطى ال5 مليار جنيه. من اهم المشروعات اللي تمت على ارض محافظه سوهاج في مجال المياه كانت محطات شطوره في طهطا، محطه مياه كبرى على نهر النيل، محطه سكساكه في مركز طمة على نهر النيل، محطه اولاد سالم في دار السلام على نهر النيل، بالإضافة إلى مجموعة من المحطات معالجة الحديد والمنجنيز زي محطة المضمر وبعض المحطات الأخرى في مركز سؤلتة، محطات صغرى ومجموعة كبيرة جدا من الآبار. وفي مجال الصرف الصحي تم افتتاح العديد وتشغيل من مشروعات الصرف الصحي في عموم المحافظة. سيادة اللواء، يمكن ونحن في محافظة سوهاج هنا واحدة من محافظات جنوب صعيد مصر التي يعني حظيت بالدخول ضمن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والممول من البنك الدولي بقدر ما يقارب من 500 مليون دولار لمحافظتي قنا وسوهاج. ماذا عن أهم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الخاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي فيما يتعلق بمشروع التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر؟ هو بالنسبة لبرنامج التنمية المحلية صعيد مصر في مجال محافظة سوهاج مجال المياه والصرف الصحي، المرحلة الأولى اتصرف 50 مليون جنيه على المياه مد الشبكات ومجموعة من الآبار، بالإضافة إلى أكثر من 700 مليون جنيه في 8 قرى، 4 في مركز سوهاج و4 في مركز المراغة. القرى الثمانية دول اشتغل منهم ودخل الخدمة حتى الآن 4 قرى في انتظار الافتتاحات إن شاء الله بإذن الله تعالى، وباقي الأربعة التانيين هيكونوا في نهاية هذا العام على 31/12. طبعا ده حجم كبير جدا، بالإضافة طبعا دخلنا في المرحلة الثانية أكثر من 200 مليون جنيه مية وصرف صحي، والمرحلة الثالثة برضك حوالي 107 مليون جنيه مية. ده بالنسبة لبرنامج التنمية المحلية صعيد مصر. سيادة اللواء، فيما يتعلق بالقرى الأكثر احتياجا ومحافظة سوهاج بالطبع يعني هناك يعني قرى عديدة هنا دخلت ضمن القرى الأكثر احتياجا، ماذا عن دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي هنا في المحافظة فيما يتعلق بمد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية لتلك القرى يعني تنفيذا للبرنامج الرئاسي حياة كريمة؟ هو فعلا الحياة كريمة، احنا بالنسبة للمرحلة الأولى تم تخصيص 200 مليون جنيه لتنفيذ شبكات وخطوط رفع وخط طرد ومحطات رفع
في مركز طهطا، الشيخ رحومة ونزالي داوود والصفيحة وحجر مشطة. القرى دي حاليا المقاولين استلموا المواقع بتاعتها. في المرحلة الثانية حياة كريمة تم تخصيص 107 مليون جنيه لمد شبكات المية للقرى اللي هي الأكثر احتياجا، اللي هي مخططة ضمن حياة كريمة. ده طبعا ده بإضافة إلى إن في مشروع في طمة تبع المعونة الأمريكية، ده هيخش في حوالي 80 مليون جنيه، واستكمال مشروع في قرية الكولا اتخصص له 60 مليون جنيه بالإضافة إلى ما تم تنفيذه قبل كده حوالي 40 مليون جنيه. وفي مجموعة برضك من المشروعات وحزمة أخرى من المشروعات تم فعلا ضخها في نطاق محافظة سوهاج. أشكرك سيادة اللواء، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. إذا همام كان هذا هو لقاؤنا مع سيادة اللواء محمد بدري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي هنا في محافظة سوهاج، حول أهم المشروعات التي شهدتها محافظة سوهاج فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي هنا في المحافظة، يعني حيث بلغت هذه حجم الاستثمارات في هذا القطاع الهام ما يقرب من 5 مليارات جنيه خلال هذه الفترة. يعني إليك همام مرة أخرى في الاستوديو. الزميل أحمد الأفيوني مراسلنا من سوهاج، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا.